من روحه هو فهمتني. وعلى فكرة هو الموجي ديما متغشش من وردة. علاش؟ لأنه وردة ما تغنيلوش أغانيه برشا فهمتني. هو قداش مرة يصرح يقول راهي وردة مثلا مش قاعد تغني لي في غناي خطريشني الحكاية. وردة منسوبة لبلي حمدي وأغاني بلي حمدي هما المطلوبين وأغاني عبد الوهاب هما المطلوبين. دونك فأنه هو يحس روحه كأنه عنقصت فهمتني. فيعني وردة مثلا كما في الفترة الأخيرة مثلا كي سمعت التصريح متاعه اللي هو ما تغشش منها فهمتني كل شيء وليت تغني له في الألحان كما أكذب عليك كثرت من غنى في كل الحفلات وكل شيء فهمتني. أنا والله ما كنتش نعرفها برشا أكذب عليك. حلوة رائعة رائعة من أروع ما فهم. صحيح بالحق معناتها كما قلت أنت معناتها ديما تغني أغانيها الأخرين هذوكم المعروفين لكن أكذب عليك نسخيلها إن أغنية جديدة رحيكم بعد اكتشفت اللي هي بتاع وردة ومن ألحان لا قديمة أيوة قديمة وكل شيء. أنا قلت لك خاطر شيء جدا شنو ما تنسيشي إنه الجماهير شوف ما هو تقع في عملية التسويق تقع عملية الاستهلاك الأولى. انت شو سمعت من اللول ماك خزنت في مخك سمعت دوكي مش تمشي الحفلات انت مش تطلب اللي خزنته خاطر ديما عملية الهضم الموسيقي صعيبة. علاش مثلا يقولك مثلا دوا هما ديما مثلا يقولك الاغنية قد ما تخمر وتاخذ راحتها وتتعاود قد ما تنجح اكثر. مثلا علاش مثلا نقولو احنا في تونس التسجيلات بتاع ام كلثوم قات عالمية حتى المصارى يحبوا حفلات تونس. علاش يحبوا الاطلال وانت عمري وفكروني وبعد عنك يحبوا حفلة تونس ما يحبوش حفلة مصر. علاش؟ لانه في تونس تخمروا فوصلوا للطوب خاطر مثلا ام كلثوم تعملها مثلا 10 حفلات فالتالي تفهم الصار بالضبط ويصلحوا حتى الاخطاء اللي مشتق. دونك توصل لك في الاخر فهمتني بالتكرار فهمت ولا توصلوا في الاخر يظهر لك الأغنية أمبيكاب البرودوي فيني معناتها. هاول هنا فما حاجة أخرى وزيد بد عليها عبد الوهاب محمد عبد الوهاب شقول يقول إن الموسيقى الجديدة أصبحت بدون روح وكلمة صحيحة. علاش طوش فما تسجيل إجا غني طو نصبوا لك صوتك العازفين والعزف عازف اللي قبل العصر متاع عبد الوهاب وأم كلثوم مش فما عصر البروفات معناتها نحن كنبرفوا نقول لك مثلا خرام قعدوا مثلا يبرفوا 30 مرة راهم 30 بروفة مش لعبة. صحيح فهمت ولا وراه فما اكل شيميوتاكتيز ما بين المطرب والعازف فهمتني من البروفات وكذا. وهو علاش عبد الوهاب شبه حاجه صحيحه حتى عبد الوهاب وحتى محمد المجد قال البروفات عباره فيها سر حربي وان عباره على انسان عريان ماذا بيه ما يشوفه حد فهمتني. في البروفات قال فما تفاصيل فهمتني ما يعرفوش الناس والسر غادي كله متاع النجاح في البروفات. خاطر شنو الملحن راهو ساعات يستنجد بالعازفين. لا يا استاذ راهي هذه ما تجيش هكا اللي قاعره وهذايا اش قولك في اللي قاعده يعطيوه ثلاثة أربعة فيرسيونات فهمت سندس كيفاش قبل. علاش توا احنا نقولوا شبيه الفن توا ما مختلف على الفن قبل هو سهل ياسر ما فماش هيك الديتايات نتاع الروح. خاطر الجماعه كلها فريق اغنيه متلف حد ملتف حولها الملحن والمغني والعازفين معناتها كي يعمل هكا في بالاله معناتها شوف قداش برف عليها. صحيح فهمت ولا وتوا ذاك علاش نقولوا احنا ديما تصير مثلا اليس علاش ديما لعبت تصدم في حفلات يسمعوها في التسجيل شيء أيوة يحطوها لهم جابوها في كارتاج وكذا جماعة كلها راح روح تتغشى وينها إليسا هذي تعمل لك دقيقة لايف وبعد الكل ليه علاش علاش مو يلزموا نفهم خاطر احنا توا الفن هذايا ما عاش عنده روح. خاطر لو كان جات هذو ما يبرفوا ويستوعبوا الجمل الموسيقية وهذه صلح لي وهذه صلح لي. علاش مثلا هي أم كلثوم مثلا قبل كي تدخل في الصراع هي وعبد الوهاب مثلا مثلا هم مش نعطيك اكزامبل ودخلوا فيه العازفين في وداره الايام. عبد الوهاب كان عامل جمله موسيقيه ام كلثوم قالت له ما غنيهاش قالها به تو ما تغنيهاش حتى نشوف راي الموسيقيين سمعوا قال والله باهيه قالت له لا ما نغنيهاش. قعد 6 شهور هو يغير ويعاود كذا على جمله بسيطه راهي ما تمتلكش 3 دقائق راهو بالنسبه لنا احنا كمستمعين حكايه فارغه. لكن 3 دقائق
عند الملحنين قبل ثقة عاركة. تشوف قلت لك انا الاطليل معناتها قعدت 5 سنين في 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 في, في الدرج في الدرج علاش عاركة ما بين الصنباتي غني هذه ما غنيش انا هذه عالي عليا هك اكثر فهمتني. بدل البيت هذاك جايبت له رامي زعما ما تنسيش يا رامي عقدت له مع ابراهيم مع تخذ شدوا ديوان ابراهيم ناجي يا رامي اجا خذ لي احسن ما فهم ريتك بوصلتنا الاطلس خباكيك احنا الاطلالي بعدت حط شعر كتب قصيده واعطاها وتلحنت وبرهز لحن ليه ليه يا دي مايوس العمل للقمه ما فيها عرق نتاع ناس ومجهود ناس فيها عمر اكثر من وفيها عمر وفيها حركه نتاع حب معناتها العمل ما هوش عطيه هنوان سي لحن وخليها يخش ذاك ايش نقولوا احنا الزمن الجميل بالحق على اسمه الزمن الجميل وكل اغنيه وراها حكايه تحسها صح اكزاكتومون اللي هو فقدناه احنا توا الشيء هذايا ولينا في الصناعي الصناعي تاع الموسيقى الكل بريسك تخدم بالاورديناتور وهذيك وهذيك المشكله معناتها فما فرق كبير الحقيقه اون ديري احنا توا خالتين على السكوليت نتاع الفن ما فما حد شيء لحق. لا لا قال الحجاوي الحجاوي اللي هو يعني عنده برنامج هو عراقي عنده برنامج حول اللغة العربية قال جملة ممتازة برشا قال ولدت اللغة العربية في الجزيرة العربية ثم انتقلت إلى مصر ثم انتقلت إلى شمال أفريقيا ثم انتقلت إلى الرفيق الأعلى وهذه تقريبا الفن يعني تقريبا الموسيقى الزمن الجميل ولد في مصر وعاش لمدة قرن ثم انت كذلك انتقل للرفيق الاعلى كيف كيف مر بنفس المراحل فريسك علاش خاطر ديما نقول راهي اي حاجه لا تقبل تطرف الطبيعه وربي خلق الكون لا يقبل التطرف كنا نقسيو في تطرف احمد شوقي والنخبويه والجماعه ذوك فهمتني العالك 2% ولا 3% في المجتمعات فهمتني انتقلنا الى تطرف اخر من نقيض للنقيض فهمتني من تطرف النخبوية إلى تطرف الميوعة والسرعة الغير متقنة أصلا وهذه إشكالية المجتمعات العربية تحب ولا تكره وعادة توا أكثر من لازم عاش تسمع الموسيقى الجديدة الحقيقة جملة جملة قليل ونتلقى هكا حاجة فيها هكا توش أرتستيك أما الحقيقة معناتها ليلة جملة خاطر جايب نقول لك هذه ما لازمتهم دراسات اجتماعية تحب ولا تكره تو لازمتهم انا عندي قناعه كما صار في تونس حكايتها التعليم وكذا ثم بقى على البلوكاج بعد ما نجح التعليم واعطى ثمار في الثمانينات والتسعينات في بدايه من الالفينات اصبح فما بلوكاج في التعليم ونومبر رهيب من حامل الشهاده العليا بطاله فهمتني بلوكاج في سيستم معين وهذا عدا ظهر لي المختلف القطاعات صحيح ظهر لي مش سوسيالك هو ظهر لي الحكايه لازمها ايتود نيورو بسيكو سوسيال الكل على بعض الكل. نجندوا الطب والعلماء السوسيولوجيا والناس كل يحلون هالظواهر لا بالحق سيرتو اذا كان نعتبروا احنا الموسيقى يعني هي ميزيكو ثيرابي يعني ماده للعلاج وبيان سور الموسيقى هي نتاج الفكر معين يعني فما كل المراوحه ما بين يعني هي كعلاج للفكر وكنتاج للفكر لازمنا برشا بالحق لازمنا برشا مش نقول يا ربي فكر وبرشا نظرة شمولية للحالة باش نقيموها قد مش نكملوا مع أغنية أما براوة بصوت أنغام